بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم. الفرق بين أحكام الشرع وبين سائر القوانين أن الدين يبنى على الغيب، الاعتقاد بالله وأنه عالم وحكيم وبار لطيف بعباده، وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب بما يتطابق مع خلق الإنسان لهدايتهم. وأما سائر القوانين فهي قوانين مجردة، ولو أخرجنا جانب الغيب عن أحكام الشرع لتحولت إلى قانون من القوانين. ولذلك ستكون النظرة إليها كما النظرة إلى سائر القوانين. سائر القوانين منشأها الفكر البشري القابل للخطأ، بل خطأه أكثر من صوابه. ولذلك سائر القوانين تتبدل باستمرار وتختلف باختلاف أذواق وتوجهات المشرعين. على كل حال، احنا هذا ذكرناه كمقدمة، وكلامنا حول ما ورد عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وما أنزله الله سبحانه وتعالى في القرآن. نحن نعلم أن هذه كلها صواب وحق، والأئمة عليهم الصلاة والسلام معصومون، فكل كلامهم صحيح 100%. فينبغي علينا أولا معرفة تلك الكلمات النورية، وثانيا الاعتقاد بها، وثالثا العمل على طبقها. الآية الشريفة التي تلوناها تبين أن الإنسان لا يكون كامل الإيمان إلا إذا راجع الرسول صلى الله عليه وآله في مسائل
في المسائل الخلافية في القضاء وفي غير القضاء، لأن الآية تقول حتى يحكموك فيما شجر بينهم. التشاجر والاختلاف لا يخص الأمور المالية أو القضايا الاجتماعية التي الناس يحتاجون فيها إلى مراجعة القضاة، وإنما الاختلاف والتشاجر يمكن أن يطال كل شيء من الأمور القضائية ومن الأمور الاجتماعية ومن المعتقدات ومن الأعمال وما إلى ذلك. فالإيمان الكامل يكمن في أنه الإنسان في القضايا الخلافية يراجع الرسول صلى الله عليه وآله، وبعد ذلك يقبل ما قاله الرسول، وبعد ذلك يسلم قلبا لذلك، لأنه في بعض الأحيان الإنسان عملا إما اضطرارا وإما لجهات أخرى يقبل ظاهرا بحكم الحاكم، ولكن قلبا غير راض بذلك. حتى في المسائل الخلافية الذي يراجع الناس فيها إلى القضاة ويحكم القاضي بصالح أحد الطرفين، قد يعلم الطرف الآخر الذي صدر الحكم ضده، قد يعلم بأن حكم القاضي صحيح ويعلم أن الحق مع ذلك الطرف المقابل، ولكن قلبا مو راضي. الآية تقول إن هذا الإنسان الذي لا يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وآله ولو بهذا المقدار، أنه يجد ضيقا في قلبه من ذلك الحكم، هذا الإنسان لا يكون كامل الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، يعني ضيقا، حرجا مما قضيت، ويسلم تسليما عملا، يعني لا مشكلة في قلبه ولا مشكلة في العمل. إذا الإنسان وصل إلى هذه الدرجة يكون كامل الإيمان. وفي الحديث الشريف إن أدنى درجات الشرك بالله سبحانه وتعالى أن يخطر في قلب الإنسان حول شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه لو ما كان يصنعه كان أفضل، أو يقول لشيء لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لو كان يصنعه لكان أحسن، مضمون الحديث الشريف. هذا أدنى درجات الشرك، يعني يخطر في قلبه. إذا واحد إن شاء الله بالسلامة يا بترجعون، وإن شاء الله سيحل علينا شهر رمضان بعد قريب في عز الصيف، إذا خطر في قلب أحدنا وكهرباهم ماكو والمولد عطلانة ذاك الوقت، إذا خطر في قلبنا أنه لو الصوم ما كان واجب ما كان أحسن، أو إذا كان الصوم في الشتاء مو في الصيف، يعني مو حسب الأشهر القمرية اللي هي متحركة ما تبقى في فصل واحد من الفصول، لأن حركة القمر أسرع من حركة الشمس 10 أيام أو 11 يوما في السنة. فلذلك كل 3 سنوات السنة القمرية تتقدم شهر على السنة الشمسية، وكل 33 عاما السنة القمرية تزداد سنة أكثر من السنة الشمسية. لذلك الآن تشوفون التقويم الهجري القمري هذه السنة يا سنة 1432، بس التقويم الهجري الشمسي وهو تقويم مبتدع طبعا يا سنة 1390، مع أن مبدأ كلا التقويمين هجرة الرسول صلى الله عليه وآله، الفرق 42 سنة خلال 1400 عام وكسور.
إذا فدار في قلب الإنسان أنه لو الصوم كان بالشتاء ما كان أحسن؟ هذا الدوران في بال الإنسان مع أنه يدري أن الله سبحانه وتعالى حكمه هو الصحيح وأنه صواب وأن الرسول صلى الله عليه وآله لم يخطئ وأن هذه الكيفية من الصوم هي الصحيح، يعني الإنسان المؤمن يسلم بذلك، بس يدور في قلبه مو أحسن، هذا شرك. ولو هو شرك خفي، لأن الشرك قسمياً، عندنا شرك جلي مثل عبادة الأصنام، هذا مخرج عن الملة، أو واحد يعتقد في الرسول والأئمة أنهم شركاء لله سبحانه وتعالى في عرضه لا في طوله، هذا شرك جلي مخرج عن الملة. وهناك شرك خفي مثل الرياء، الرياء شرك خفي حرام طبعا، الرياء من المحرمات الكبيرة، لأن الإنسان يصلي لله ولغير الله فيشرك بالله في صلاته، فهذا لا يخرج الإنسان من الملة، يعني ما يصير كافر ظاهرا بحيث أنه تبين عنه زوجته ويحكم عليه بالقتل وأنه مرتد وما إلى ذلك من الأحكام، لا، ولكن معصية كبيرة. وهناك درجات خفية جدا قد لا تكون محرمة ولكن تسبب نقصان الإيمان، مثل هذا الشيء أنه يدور في خاطر الإنسان هذا الأمر، فالإنسان يجب أن يصل إلى درجة التسليم وهي درجة فوق درجة الرضا، لأن الإنسان قد يرضى بشيء لكن قلبا منزعج منه، مثل أفرض واحد يحتاج لعملية جراحية وهذه العملية الجراحية مثلا تقتضي بتر رجله، بحيث أنه إذا ما بترت رجله قد يموت سراية للمرض، فهذا الإنسان بطيب الخاطر يرضى بأن تجرى هذه العملية، بل يدفع أموال تكاليف المستشفى، ولكنه منزعج متأثر، هذا راضي لكنه غير مسلم. الإيمان الكامل هو التسليم فوق الرضا، يعني إذا مات عزيز من أعزتك أو كنت في فقر مدقع أو ابتليت بمشكلة، فحينئذ مو أنه ترضى بقضاء الله فقط اللي هي درجة كبيرة اللي غالب الناس لا يرضون بقضاء الله، بل تسلم لذلك القضاء، يعني لا يكون في قلبك ضيقا من ذلك القضاء. طبعا غالبنا نفتقد إلى هذه الحالة، لذلك يحتاج الإنسان إلى تزكية النفس وتربية النفس إلى أن يصل إلى هذه الحالة، وهي درجة جدا عالية. على العموم المقصود أن الإنسان يجب أن يسلم لجميع الأحكام، سواء الموجة ضد ذلك الحكم أو لم تكن ضد ذلك الحكم. الآن إحنا نعيش في عصر، باعتبار أن الحضارة الغربية هي الحاكمة على العالم، مو فقط سياسيا بل في كل شيء، وطبعا الحضارة الحاكمة على العالم تؤثر، يوم اللي المسلمين كانوا مسيطرين الغربيون كانوا متأثرين بالمسلمين، يوم اللي الغربيين مسيطرين مثل الآن المسلمون متأثرون بالغربيين، ليس في المجال السياسي فقط، في كل مجال، لأنه هذه الحضارة دخلت في بيوت كل الناس عن طريق وسائل الإعلام، الهواء اللي الإنسان يتنفسه ملوث بالحضارة الغربية إذا صح تسميتها حضارة. على كل حال هذا التلفزيون، الإذاعة، الصحف، المجلات، الجرائد، الكتب، المناهج في المدارس، القضايا السياسية، القضايا الاجتماعية، هكذا متأثرة بشكل واضح. ومن البديهي أن كثير من مفردات الحضارة الغربية لا تنسجم مع الحضارة الإسلامية، هذا شيء واضح،
أكو بعض الأمور جدا واضحة، مثل أفرضوا بالنسبة إلى قضايا المرأة مثلا. الغربيين إلى قبل 100 سنة ما كانوا يورثون المرأة ولا فلسا واحدا، كل الإرث كان يصل للذكور. وقبلهم الإسلام 1300 عام يعطي حق الإرث للمرأة. بعدين 180 درجة بالعكس، المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث مثلا وفي كثير من الأمور. طبعا شعار يطلق لكن ما إلى واقع، يعني شعار مكذوب وليس له حقيقة. على كل حال ذاك مو موضوعنا، لكن بالنتيجة الحضارة الحاكمة هي الحضارة الغربية، وهذه الحضارة داخلة في بيوتنا ونعيش معها، وكثير من مفرداتها تخالف الحضارة الإسلامية. فهنا الذولاك هم ما قاعدين راحة، عندهم مفكرين وعندهم كتاب وعندهم جامعات ومدارس ومراكز دراسات وما إلى ذلك. هسه إذا هي مو مؤامرة هم، لأنه مو كل شيء مؤامرة، لكن بالنتيجة هم يعتقدون بأسلوب، يريدون التبشير بهذا الأسلوب وترويجه في كل مكان من العالم. طبعا الطريق العسكري، القوة الخشنة حسب تعبيرهم، فشل أو لم يكلل بالنجاح اللي يتوخوه. لكن الآن أسلوب آخر عندهم، القوة الناعمة. القوة الناعمة يعني يعرض لك هذه الثقافة وهذه الحضارة اللي أنت تنبهر بها، وإذا انبهرت بها قلدتها، شيء طبيعي. هذه يسموها القوة الناعمة، يعني الأفلام، مسلسلات، أفلام الكارتون، المجلات، الصحف، مراكز الدراسات وما إلى ذلك، تصور لك بطريقة تنبهر بها. وهو لمن عنده الفلوس وعنده القدرة السياسية وعنده القدرة العسكرية وعنده رفاه وعنده نظام سياسي مستقر مثلا، وطبيعي الناس ينبهرون بذلك. ودائما الضعيف يتأثر بالقوي، هذا أمر مسلم. في هذا الظرف هناك هجمة كبيرة على مفردات الثقافة والحضارة الإسلامية، ومع الأسف الذين يرفعون لواء الحضارة الإسلامية والثقافة الإسلامية أكثرهم فشلوا، يعني قدموا نموذج سيء جدا. مثلا الحركات الإسلامية السياسية فشلت، فالناس ارتدت عنها. لذلك الآن نشوف هاي التحركات والثورات الشعبية اللي عمت العالم العربي بشعار إسلامي واحد. سمعتوا أنتوا؟ ما سمعنا ولا شعار إسلامي واحد. ليش؟ أنه قبل 20 سنة و30 سنة ما كنت تسمع غير شعار إسلامي، الآن ما تسمع ولا شعار إسلامي. ليش؟ لأن الإسلاميين فشلوا، قدموا نموذج سيء جدا، شعارات فارغة. وحتى المخلص منهم، لأنه كان بنية الفكرية بها أخطاء، يعني نهج الفكري ما كان صحيح، عملا فشل. لأن الفشل فاشل مو دائما يكون إنسان سيء، بعض الأحيان الإنسان المؤمن هم يكون فاشل. ليش؟ لأن الإنسان إذا ما اتخذ الأسلوب الصحيح يفشل. أنت أدخل في سوق، ذول اللي ينكسرون في التجارة كثير منهم ناس مؤمنين، صدق مؤمن ومن أهل الجنة، لكن ليش فشل؟ لأنه التجارة لها أسلوب، إذا واحد ما راح من الأسلوب الصحيح يفشل، شيء طبيعي. فلذلك الناس شافوا ذولا فاشلين، النماذج اللي قدموها من طالبان وغير طالبان كلها نماذج فاشلة. والآن في العراق الناس المؤمنين المتدينين وكذا، الأحزاب الإسلامية كثير منهم الناس، ما نقول كلهم لكن كثير منهم الناس ارتدوا منهم، لأنه شافوا شعارات فارغة. حتى المخلص أطلق شعارات غير واقعية. خلوا من يطلق شعارات غير، يمكن هو هم مخلص، يعني ما نريد نتهم الناس، لكن يمكن يكون مخلص. الإنسان المخلص إذا أطلق شعارات غير واقعية خو بعدين ما يقدر ينفذها، يكون فاشل. لذلك الناس الآن شنو يريدون؟ يريد إسقاط النظام. ليش؟
حتى يعيش حياة كريمة، يكون اقتصاده مرفه، عايش حياة كريمة، يفكر في العيشة الكريمة. فالله وحدود الله والشعارات الإسلامية كلها راحت. وفي هذا الجو اللي أكو ارتداد عن الإسلاميين وحتى عن المعممين وحتى عن العلماء، أكو ارتداد عنهم، وأنتم تشاهدون هذا الشيء في كل مكان. طبعا لا يمكن تختلف، يمكن في العراق أقل، في إيران أكثر مثلا، في بعض الأماكن أكثر، لكن بالنتيجة أكو نوع من الارتداد، وهذا سيستمر أكثر إلا إذا عولج معالجة صحيحة. زين، في هذا الظرف من الارتداد الحاصل، بس إذا مو ارتداد عن الصلاة والصوم وعن الله وعن رسول الله، لكن ارتداد عن النظام الإسلامي، عن الحضارة الإسلامية، يقول أنا أصلي أصوم ما يخالف هذا التدين، بس بقية الأمور في كل شيء يقلد الغرب. زين، في هذا الظرف هناك يصير تشويش على كثير من أحكام الله سبحانه وتعالى، على كثير من تعاليم الإسلام، على كثير من تعاليم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فهنا الناس صنفين، صنف من الناس يريد يحفظ التدين وفي الوقت نفسه ينسجم مع الحضارة الغربية، يتخذ أسلوب الإنكار والتأويل الباطل. واحد من المفكرين اللي يعتبر من المفكرين الإسلاميين كاتب كتاب ينكر في هذا الكتاب وجود إبليس والشيطان، وينكر وجود الجن أصلاً وما إلى ذلك. يقول هذه مقصود مثال تمثيل القرآن صحيح، لكن مقصود القرآن قوى طبيعية، قوى بالطبيعة موجودة، الله كان يريد يبينها للناس قبل 1400 سنة. شلون يبينها للناس؟ قال شيطان مثلا، قال جن، ولا ما لها أمور واقعية مثلا. وهكذا من أمور كثيرة، يعني الآن شوية شوية بعد توصل لمجتمعنا في العراق وهذا الإعلام المنفتح اللي موجود. احنا تكليفنا هنا الشيء الأول أنه عقيدتنا لازم لا تتزلزل، نعتقد بأن كل ما قاله الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وآله ولا أئمة عليهم الصلاة والسلام هو الحق الصحيح 100%. طبعا لازم نتعلمه ونعرفه، وليس فقط ما ندرسه في الكتب يتضمن علوم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ما ندرسه في الكتب هذه وسيلة. يعني أنت إذا تدرس المنطق، تدرس النحو، تدرس الصرف، هذه ما لها موضوعية، هاي طريقية لها. تدرس النحو حتى تعرف القرآن، تعرف الروايات، تنطق بشكل صحيح. تدرس المنطق حتى الاستدلال عندك يكون بأسلوب الصحيح، تبتعد عن المغالطات وما إلى ذلك. نعم الفقه له موضوعية، بس سائر العلوم هي مقدمات. زين، فما ندرسه وسيلة وآلة غالبا، إلا الفقه اللي هو إلى موضوعية. عندنا كثير من الأمور هي ما موجودة في المواد الدرسية، بس المواد الدرسية مقدمة إلها. واحد لازم يطالع روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ويتأمل فيها ويفكر فيها. تفسير عندنا، زين، عقائد عندنا. العقائد لا تنحصر في بحوث، بعض بحوث الإمامة اللي تثار مثلا في الفضائيات فيحتاج إلى نقاش وجواب. توحيد عندنا، النبوة عندنا، معاد عندنا، كثير من المسائل هذه الأمور بحاجة إلى مطالعة وإلى تحقيق وإلى تدقيق ومطالعة الكتب. الإنسان لازم يستغل أوقات فراغ للمطالعة، مطالعة الكتب الجيدة، كتب العلامة المجلسي، كتب زيد عبد الله شبر، كتب المرحوم الوالد رحمة الله تعالى عليه، وغيرهم من العلماء الذين جمعوا بين الواقع وبين البيان السلس الواضح. فأولا الإنسان هو يعرف شنو. الشيء الثاني فاعتقاده يكون كامل، يكون عنده معرفة. بعدين لا يتزلزل، المؤمن كالجبل لا تهزه العواصف كما في الحديث،
في حديث آخر المؤمن أشد من زبر الحديد. ليش؟ لأن الحديد يذوب بالنار والمؤمن لا يذوب بالنار، بل يزداد توهجا وصلابة إذا ألقي في المشاكل. بعدين الإنسان لازم يفكر، أي إشكال يطرح، أي شبهة تطرح، ما هو الجواب؟ لأنه الحق في الحديث إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا. كل صواب إلى دليل، الله سبحانه وتعالى كل شيء حق جعل عليه دليلا في هذه الدنيا. ماكو حق ما بدليل، كل حق إلى دليل، بس لازم تدور على هذا الدليل وتلقيه، وهذا موجود في القرآن وفي الروايات، بس واحد لازم يستخرجه، مثل الدرر واللآلئ الموجودة في قاع البحر يحتاج غواص يروح يطلعها. فعلى كل حال الإنسان عندما سمع شبهة أو إشكال لا يمر علي مرور الكرام، يقول هذا مثلا طرح فلان في الفضائية الفلانية وهذا إنسان سخيف أو كذا وكذا. صحيح، لكن إذا هذه الشبهة ما انحلت في ذهن الإنسان قد تكبر تدريجيا وقد تذهب إلى لا شعور وتؤثر، لأن الإنسان حسب ما يقول علماء النفس في مخه أكو طبقتين، طبقة يسموها الشعور وطبقة يسموها اللاشعور. الشعور يعني أنت تشوف واحد تعرفه، فلان من هو؟ يعرفه. اللاشعور يقولوا لك فلان ما تتذكره، هاي يذكروا لك أوصافه، يذكروا لك أوصافه، يذكروا لك أوصافه، فد مرة تتذكره. ليش من المرة الأولى ما تذكرته؟ لأنه ما كان في طبقة الشعور، كان رايح في طبقة اللاشعور. فبالتذكير يجروا من طبقة اللاشعور إلى طبقة الشعور. والإنسان كثيرا من الأحيان تتحكم به طبقة اللاشعور من حيث لا يشعر. إذا في علم النفس أكو فد باب في العقد النفسية، أكو ناس عندهم عقد نفسية، هذه العقد النفسية لا يمكن حلها إلا إخراجها من منطقة اللاشعور، لأن هي في منطقة اللاشعور هناك منضمة وتحرك الإنسان. أكو واحد يخاف من المردانة مثلا، أكو واحد يخاف مثلا من البزونة، أكو يعني ناس كبار يعني، واحد يخاف من فأرة، وهكذا. هذه أمثلة بسيطة. ليش؟ لأنه هو لما كان صبي عمره مثلا سنتين ثلاث سنوات صارت فت حادثة اخترع خاف، هسه الآن ناسي الحادثة بس هي الحادثة موجودة في لا شعوره. فكل ما شاف مثلا هذا الحيوان أجلكم الله أو هذه الحشرة، ليش طبقة اللا شعور تحرك يخاف. فمن طريقة طب النفسي أنه يجون يدخلون في طبقة اللا شعور، يطلعون القضية من طبقة اللاشعور إلى طبقة الشعور، لما نتذكرها ينتهي العقدة، تنتهي بعد. على كل حال هذا هم بحث آخر مفصل. مقصود أنه إذا سمعت شبهة ما تعرف جوابها، أنت لا تنظر إلى أن القائل إنسان سخيف مثلا، حقود، عنود، كذا. هاي الشبهة يمكن راحت في اللاشعور، ففورا لازم واحد يفكر في حلها، إما بالسؤال، إما بالمطالعة، إما بطريق الاتصالات. الآن موجودة بعد، إنترنت موجود، إيميل موجود، مواقع كثيرة موجودة، يعني سهل الأمر، مو مثل السابق يكون صعب. كما أنه الحضارة الجديدة والتطور العلمي جابت مشاكل، في نفس الوقت هم جابت بعض الحلول، يعني سلاح ذو حدين لك وعليك. مثل ما يمكن الاستفادة منها في الضرر، يمكن الاستفادة منها بالطريقة الصحيحة. فعلى كل حال الإنسان في هذا الجو لازم لينهار. هنا في إيران قبل 40 سنة 50 سنة أجت فد موجة ثقافية غربية، لأنه مجموعة من المثقفين درسوا في جامعات الغرب وخاصة في جامعة السوربون، وهناك يركزون عندهم فروع هي ضد الدين بشكل عام، يعني حتى ضد النصرانية، مو أنه خاصة بالإسلام، ضد الدين بشكل عام وضد الله بشكل عام وضد الإسلام بشكل خاص. ترسوي هناك
لكن في الوقت نفسه ذولا من مجتمعات متدينة كانوا، فهم يريد يحفظ تدينه، وهم في الوقت نفسه الأشياء اللي متعلمها في تلك الجامعات أيضا يعتقد بصحتها لأنه ربي عليها. فذولا إجوا سووا فتشي مخلط أصلا خليط، بس شنو على حساب شنو؟ مو أنه يجي يطبق يعتبر التعاليم الدينية هي الأساس، ويحاول أنه يشوف اللي ما درسه في الغرب شنو منه ينطبق مع هذه التعاليم، وشنو منه مع بعض التغيير ينطبق مع هذه التعاليم. مو بهذا الأسلوب، بالعكس، يعني جعل ما تعلمه هو الأسلوب هو الأساس، وأي شيء من الإسلام يطابق ذلك فبها، إذا ما يطابق يلوي، مثل الأسلوب الفلاسفة عادة هالشكل. فلاسفة عندهم أسلوب، لأن الفلسفة هي من اليونان، هاي الفلسفة اللي إحنا عندنا الآن، الفلسفة اليونانية أساسها هو هذا. فمجموعة من المفكرين اليونان كان عندهم مجموعة من الأفكار تتعلق بالمبدأ والمعاد والله سبحانه وتعالى والوجود وما إلى ذلك، لأن موضوع الفلسفة هو الوجود. بعدين عندما ترجمت هذه الكتب، فلاسفة المسلمين غالبا ماذا فعلوا؟ أي شيء من القرآن ومن الروايات ينطبق فبها، وأي شيء ما ينطبق حاول أنه يأول النصوص الدينية من القرآن والروايات لتنطبق مع ما كان يقوله الفلاسفة اليونانيون. كذلك هذا هؤلاء المثقفون، وهؤلاء أيضا كثروا الآن، والسوق سوقهم رايجة زين، والإعلام يسوق لهم، فجاءوا بالحضارة الغربية بلباس إسلامي. يعني أنت تعيش وتفكر حسب الحضارة الغربية، بس تصلي هم وتصوم، والتدين هم ينحصر بالصلاة والصوم مثلا، شوية هم الحجاب في أمان الله. ففي الواقع أنت ما تعيش نظام إسلامي ولا أسلوب إسلامي، تعيش أسلوب غربي لكن بلباس وبثوب إسلامي. وهذه الحالة بعد فشل المعارضة المباشرة مع القرآن، المعارضة المباشرة مع القرآن فشلت، لأن المسلمين تمسكوا باعتقادهم بالله وبالرسول وبالقرآن وبالأئمة. هذا أسلوب جديد ما يخالف الله ورسول الله والأئمة موجودين، بس هذا مقصودهم. بالنسبة للقرآن تأويله تأويلا باطلا، وبالنسبة للروايات إنكارها، هاي الرواية سندها ضعيف، هاي الرواية كذا، وهاي الرواية كذا وكذا. على كل حال، يوم شفت في موضوع بين قوسين، أكو آية في القرآن وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. عندنا أكثر من 50 رواية، وكثير منها روايات صحيحة السند، تفسر المؤمنون هنا في هذه الآية بالأئمة عليهم الصلاة والسلام. فأي عمل إحنا نعمله الله هو يراه، والرسول يراه يعني يعلم به، والأئمة أيضا يعلمون به، لذلك يوم القيامة يشهدون، الرسول يشهد والأئمة يشهدون. وإذا واحد ما شايف شيء يعني ما عالم بشيء شلون يشهد؟ يصير شهادة زور. فالإنسان لازم يكون يعلم بالشيء حتى يشهد. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. على كل حال، زين، 50 رواية وكثير منها روايات صحيحة تفسر المؤمنون في هذه الآية بالأئمة عليهم الصلاة والسلام. زين، أحد هؤلاء يجي يفسرها، يفسر الآية أن المجتمع الإيماني أي إنسان يعمل عمل صالح أو غير صالح الناس يكتشفوه، هذا المقصود. فهذا الآية مو مخصوصة بالأئمة ولا مخصوصة بالرسول، الرسول ذكر من باب أنه كان في ذلك الزمان يعيش في مجتمع المدينة المنورة، فإذا إنسان صلى يكتشفون الناس ومنهم الرسول أنه صلى، وإذا ما صلى هو يوم يومين ثلاث أيام بعدين يكتشف أنه هذا ما يصلي، صح لو لا؟ إحنا الناس المتدين غير المتدين اكتشفه، بس إذا مو من اليوم الأول لكن بالتدريج. فالآية تبين قضية طبيعية أنه المجتمع الإيماني إذا الرسول بي ينكشف الأمور، إذا الرسول ما بي البقية يكشفوه.
زين 50 رواية تقول أن المقصود لذلك أن الأعمال تعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله، أبرارها وفجارها، كل الأعمال تعرض على الرسول يعلم به، وتعرض على الأئمة عليهم الصلاة والسلام واحدا واحدا، مو فقط الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إحنا أي عمل نعمله من خير أو شر يعرض على الأئمة عليهم الصلاة والسلام. زين هذا الأمر ما ينسجم مع الفكرة المادية أنه الإمام ميت بقبره وكذا وشلون يكون يعرف بأعمالنا وما إلى ذلك. فخمسين رواية ذهب البحر، وإذا فد موضوع بخمسين رواية هكذا هذه الروايات تلقى في البحر. وفي أكثر المواضيع ما عندنا هالقد روايات، في أكثر المواضيع رواية روايتين ثلاث روايات 10 5 أقل أكثر. هذا المنهج منهج شنو هو؟ ظاهرة تدين إسلام وكذا وقرآن، لكن باطنة نبذ القرآن والرسول والأئمة وراء الظاهر. فإحنا لازم نكون ملتفتين جدا ومتحذرين، وباعتبارنا رجال دين وظيفتنا أكبر، لأن إحنا مسؤولين عن الناس. نسأل الله أن يتقبل أعمالكم وزياراتكم، وإذا تشرفتوا إلى زيارة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام لا تنسونا من صالح الدعاء، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى.